بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 51 بعد 100 بعنوان مسائل رائد صبري في مصطلح الحديث، ومسألة أخرى الفكر الحر ونقد الشيخ الغزالي المعاصر. تم تسجيل هذا المجلس في 19 من محرم 1417 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 6 1996 ميلادي. لدي سؤال يتعلق بعلم المصطلح. أستاذ، نجد علماء المصطلح عندما يؤصلون في كتبهم، وخاصة عند حديثهم عن رواية المبتدع الداعية وغير الداعية، نجدهم أنهم يفرقون عمليا بين رواية الداعية إلى بدعته، وذلك برد روايته إذا كانت موافقة لما يدعو إليه، ويقبلون غير الداعية سواء كان فيما وافق بدعته أو لم يوافق. لكننا عندما ننظر في شروط الحديث الصحيح نجد أن العلماء يستيطون في ذلك العدالة، ويقولون أنه لا تتحقق أهلية الراوي إلا بثبوت عدالته، ويعرفون العدالة بأنها مظنة صدق الراوي. هنا يوجد عندي إشكال أستاذ، إذا كان الراوي المبتدع قد يتهم من جهة حفظه، فلما نروي عنه؟ عفوا، إذا كان الراوي يتهم إيش؟ المبتدع الداعي إلى بدعته، قد يشك في صدقه أو قد يطرأ عليه الكذب، فلما نقبل روايته أصلا، علما أننا نجد أن علماء الحديث إذا طرأ الكذب على راوي من الرواة يردون روايته بالكامل. فأريد يعني أن ينحل هذه العقدة من ذهني لكي تتضح، وبارك الله فيك. أولا، التفريق بين الداعية وغير الداعية هذا أمر ليس متفقا بين علماء الحديث، وإنما هو رأي لبعضهم، وهو المعمول به نظريا والمخالف عمليا. واضح إلى هنا الجواب؟ طيب، إذا تبنيت هذا الجواب، وسأقدم لك ما يساعدك على التبني، أظن تطيح الإشكالات، أليس كذلك؟ نعم. أولا، من نفس الأصول والقواعد التي أنت أشرت إليها آنفا، أن تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعل. فهذا المبتدئ، والنقل المبتدئ الداعية، إما أن يصدق عليه تعريف الحديث الصحيح أو لا. طيب،
إذا صدق عليه انتهت المشكلة. ويبقى الإضافة التي تقرأها في المبسطات من كتب المصطلح، هذا رأيي كما ذكرت في مطلع جواب هذا، لكنه ليس متبنا كقاعدة. واضح؟ ثم تجد عمليا أن العدل الضابط ليس المقصود بالعدل إلا نفي الفاسق فضلا عن الكافر، فهو مسلم، العدل هو مسلم. لكن من دقة علماء الحديث أنهم لا يقبلون حديث كل مسلم، لأنهم يشترطون أن يكون حافظا ضابطا. فإذا ما توفر هذان الشرطان سلك بحديثه مسلك الأحاديث الصحيحة، وعلى هذا قام الصحيحان المتفق بين علماء الإسلام على أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وإذا قيل بأن فلان مبتدع وداعي أيضا كما ذكرت، نحن نقول، وهنا النكتة التي ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لها، هل يمكننا ولو ذهنيا ثم النظر عمليا، هل يمكننا أن نتصور في أذهاننا عدل أي مسلم وضابط حافظ وداعي مبتدع؟ ممكن؟ سؤال الآن. ممكن عندك شيء غيره؟ بس ممكن. هذا الممكن وقع أم لم يقع؟ وقع. خلاص طاحت الإشكال، لأنه كما تعلمون الإمام البخاري يروي عن عمران بن حطان، وهو ليس فقط داعية بل هو الذي سعى لقتل خليفة المسلمين. فهو لولا الاجتهاد الذي كنا ذكرناه في بعض الجلسات حينما تكلمنا حول الخطأ الذي صدر من المجتهد، وأنه لا ينبغي التفريق بين الخطأ في الأصول والخطأ في الفروع، فيقال الخطأ في الفروع مغتفر وفي الأصول غير مغتفر، أو بعبارة أخرى الخطأ مغتفر في الأحكام الشرعية غير مغتفر في العقائد أو في الأخبار العلمية. هذا التفريق ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي لبعض الفقهاء أو علماء الكلام. والاحتمال أن عمران بن حطان هذا مع جرمه أنه لم يكن عن هوى ولم يكن عن من باب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا هو نظرة الإمام البخاري في هذا الخارجي حينما خرج له في حديثه، لأنه مسلم ولا شك، ولأنه ضابط حافظ، لكنه خارجي. إذن هو لم يعتد ببدعته في الرواية، أما عقيدته فحسبه الله، لكن في الرواية لا ينظرون إلى الرأي والمذهب والعقيدة أبدا ما دام أنه توفر الشرطان الأساسيان المذكوران في تعريف الحديث الصحيح في كل كتب المصطلح. والواقع أن من فضل علماء الحديث وأهل السنة دون كل الطوائف الأخرى
أن أهل السنة وبخاصة منهم أهل الحديث يسعون كل الطوائف الأخرى الإسلامية ولا يخرجونهم عن دائرة الإسلام إلا من جحد ما استيقنه، بينما الطوائف الأخرى وعندك مثلا الشيعة فإنهم لا يعتدون بأصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم، الإقامة على قواعد وضوابط وأصول. اضطر أخيرا بعض علماء الإفرنج الكفار أن يعترفوا أن الأمة الإسلامية خفت من بين كل الدول بوسيلة بطريقة لتمييز الروايات الصحيحة عن الضعيفة، ألا وهو علم الإسناد وعلم الجرح والتعديل. هذا مفقود عند كل الطوائف الإسلامية الأخرى، ولذلك فنحن نجد في كتبنا الشيعي عليكم السلام الشيعي والخارجي والمرجئي يروى عنهم ويدعون رأيهم ومذهبهم لهم، والله عز وجل هو حسيبهم، بينما الطوائف الأخرى لا يقبلون سنيا لو كان من الصحابة. شو نقول أنا أكثر من هيك؟ لو كان من الصحابة ما بيقبلوا خبر. ولذلك فمن كمال أهل السنة وبخاصة منهم أهل الحديث أنهم حينما وضعوا هذه الضوابط وهذه القواعد ما اشترطوا إلا أن يكون مسلما وأن يكون حافظا ضابطا، أما رأيه مذهبه وعقيدته الله كما قلنا حسيبه. وعلى العكس من ذلك، هذه ناحية أخرى مقابلة، وهذا يدل أيضا على فضلهم من زاوية أخرى، وأنهم لا محاباة عندهم في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم يسقطون حديث إمام من أئمة المسلمين، إمام نبغ في جانب من علوم الشريعة في الفقه أو التفسير أو ما شابه ذلك أو في القراءة أو إلى آخره، مع ذلك يعترفون له بفضله وبنبوغه في ذلك الجانب، لكن في الحديث لا يحتج به. خليها مكتوب يا أستاذ. أنا أخشى أن تكون الأرض مسكونة يا أبو مالك. لكن أريد أن أضرب مثلا، قد يكون في فائدة جديدة، أنه من كبار علماء المسلمين الأولين تابعي جليل، عفوا تابعي ولد ابن والد الوالد تابعي ويروي عن أصحاب الرسول عليه السلام. هذا الوالد هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ابنه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا من كبار الفقهاء، لكنه إذا روى حديثا لا يقبل منه، لأنه أتقن الفقه وصرف جهده كله للفقه والاستنباط الأحكام الشرعية مما كان عنده من أحاديث علاوة على كتاب الله المحفوظ. فهذا جانب آخر يدل على إنصاف علماء الحديث وتجردهم، وأنهم لا يدارون أحدا ولا تأخذهم في الله لومة لائم. عدالة الرواة واعتماد البخاري رجل أو راوي كعمران بن حطان. نعم. يبدو أن البخاري رحمه الله من دقته في هذا وغيره أيضا كذلك وغير البخاري أن عمل اسمع برازيت ما بلغة سورية حمدي أفندي. فأقول يبدو أن البخاري وأمثاله من الراسخين في هذا العلم كانت تتكشف لهم من أحوال هؤلاء،
أمور يحكمون بها عليهم بأنهم بلغوا من العدالة مبلغا لا يمكن أن ترد روايتهم. فمثلا من هذه الأمور التي كانت تبدو لهم أنهم كانوا صادقين جدا في دعوتهم، يعني في بدعتهم كانوا على صدق كبير، ولذلك هذا الصدق الذي كان لهم أو لا يؤخذ عليهم به أنهم دعاة أو غير دعاة، وإنما لمسوا منهم الصدق في دعوتهم والحماس لها. وهذا ما أشرتم إليه عندما قلتم يعني أن الرجل لم يكن صاحب هوى، فأحببت الحقيقة يعني توضيحا لهذه المسألة. وهذا علماء الحديث أيضا كما تعلمون بخصوص الخوارج يطمئنون لروايتهم، لأنهم من مذهبهم وضلالهم في آل واحد أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة. ولا شك أن من أكبر الكبائر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا روى الخارج حديث عن رسول الله أبعد ما يكون أن يكون كذابا مفتريا، بخلاف الروافض فالأمر فيهم كما قال شيخ الإسلام بحق ابن تيمية الحراني رحمه الله: ما وجد في الفرق الإسلامية أكذب من الرافضة. وهذا مشاهد في الكتب، يعني تجد في كثير ولا أقول أكثر في كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مدارها على الرافضة، بينما نادر جدا أن تجد، وأقول نادر وانتبهوا لأني أنا ما أقول، لأنه يوجد لأنه مذهب الخوارج تصور على الأقل تصور عمليا كالتطور عامة المسلمين، كيف كانوا من قبل صادقين يعني متقين وكيف صار أوضاعهم اليوم. كذلك الخوارج في العهد الأول كان إطمئنان على روايتهم في منتهى الطمأنينة، لكن فيما بعد وجد بعضهم من أيضا يضع الحديث انتصارا للمذهب، لكن هذا ما يخفى على أئمة الحديث الذين كان يوجد عندهم يعني إذا صح التعبير العصري رادار، وما مثله رادار في الأم كلها. مصداق لكلامكم لما سئل الإمام مالك في روايته عن الخوارج قال مقولة يعني رائعة، قال: كان أحدهم لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب. هذا هو. أي نعم. وأيضا مصداق لكلامكم الآخر من اعترافات بعض الخوارج المتأخرين لشتهينا. أي نعم. قال كانوا فيما بعد إذا هو أمرا جعلوه حديثا. هذا هو. طب هنا سؤال آخر أستاذ. نجد الخلاف يطول في رواية الأقران وقول بعض في بعض، ما هو الضابط إذا كان قول العالم لا يقبل في قرينه وهو كذلك في قرينه، ما هو الضابط وما هي الشيء الذي من خلاله نستطيع عمليا أن نعرف صدق هذه الأقوال؟ أولا لا يمكن وضع قاعدة هذه الشرح منها، لكن يمكن النظر في القرائن إذا وجدت وساعدت فبها ونعمة، وألا نبقى عند الكلمة التي حكيتها. لا يقبل يعني كلام المعاصر في المعاصر. القرينة مثلا أن يأتي تصديق لكلمة المعاصر من جوانب أخرى، لم يكن هناك حجازة بين الجوانب الأخرى أو الأشخاص الآخرين، لم يكن هناك حجازة، لم يكن هناك شيء يتحاسدون على ذلك. فإذا وجدت مثل هذه القرينة كانت قوية جدا، وقبل حينئذ كلام المعاصر لمن عاصره ونحو ذلك. أما أن تضع قاعدة مقابل تلك القاعدة فما أظن أنه يمكن الوصول إليها. يعني مثلا وقد كشف الستارة الأستاذ أبو مالك حينما ضرب مثلا بإمام
من كبار الفقهاء الأولين وهو أبو حنيفة. تجد علماء الحديث ليس هناك قول واحد في أنه لا يحتج بحديثه أو أنه ضعيف في الحديث، وإنما أقوال متتابعة، بعضهم معاصر له وبعضهم متأخر عنه. كنت منذ أكثر من 30 أو 40 سنة، ربما بعضكم يذكر هذا، اضطررت بسبب تعصب بعض الطلبة هناك عندنا في دمشق للإمام أبي حنيفة تعصبا مذهبيا ليس تعصبا علميا، حينما أنا بمناسبة حديث يمكن إذا طلعت النجم في الثريا، كنت ذكرت أن من رواة هذا الحديث الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لكنه ضعيف عند علماء الحديث. فقامت قيامة بعض طلاب العلم، وقد يكون بعضهم من بني قومي. المقصود نعم ربما هو يرأسكم. المقصود فأقام القيامة علينا وحوش من هنا وهناك بعض الكلمات اللي فيها تبجيل بحق للإمام أبي حنيفة، لكن من الناحية الفقهية، وربما يجدون بعض الروايات التي توثقه في رواية توثيقا مطلقا. فاضطررت أنا بعد ذلك للرد، أن جمعت نحو 15 قول عن علماء المعاصرين والذين جاءوا من بعدي قريبا من عصري إلى العهد الأخير. أنا قلت الرد، أنتم تتعصبون للإمام أبي حنيفة رحمه الله من ناحية الرواية، وتقولون أن من قال فيه كذا فهذا منابعة حسدا أو هوى إلى آخره. كيف يقال هذا بالنسبة لأئمة الجرح والتعديل، فيهم الإمام البخاري، فيهم الإمام أحمد؟ هؤلاء يغمص يغمص، وإن شئتم قلتم يغمط بالطاء في جانبهم، ويسبون إلى الهوى. لماذا؟ لأنهم تكلموا في أبي حنيفة من حيث الرواية فقط. طيب، إذا اضطررنا نحن أن نطعن في شخص بدون علم، أو نطعن في أئمة بدون علم، لا والله ما نطعن في واحد، أصلا ما نطعن في 10 أو 15، مع ذلك نحن لا نتكلم بإنسان إلا بعد العلم. روايات أبي حنيفة لأحاديثه تدل على شهادة من شهد فيه بأنه ضعيف في الرواية، ويكفينا كما ذكرت أنا في بعض كتاباتي وكتبي، يكفينا بالنسبة لأبي حنيفة قول الإمام الشافعي: الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة. لازم ما نجعله فقيه الأمة ومفسر الأمة ومحدث الأمة وسيبوي زمانه أيضا؟ مش ممكن هذا. نعطيه حقه ولا نبخسه شيئا من ذلك أبدا. ويقوله ذلك لو كان حيا وعلم قول الناس فيه على هذا النحو. أي والله. أي والله. لكن شيخنا أيضا العجيب في الأحناف أنهم يتعصبون لأبي حنيفة ويذبون عنه هذا الذب الباطل المبطل، ولكنهم مع ذلك لا يتعصبون لأبي حنيفة في عقيدته التوحيدية. حسنت. أيوة. هذه مصيبة المصائب. هم يردون على أبي حنيفة في عقيدته ويقولون هذا، يعني كان أبو حنيفة قد أخطأ في هذه العقيدة التي كان يعتقد فيها. فغريب هذا الأمر، غريب جدا. هذا من الأشياء التي ينبغي أن تعلن في الناس أبدا، وأن يعلم طلاب العلم أن الأصل الذي يجب كان عليهم جميعا أن يتمسكوا به نبذوه من وراء ظهورهم، وتعصبوا لهذه القضية، وهذه لا تضر أبو حنيفة رحمه الله، لا تضره أبدا. هو المشكلة أنه صار التمذهب هوى. رأيت شيء كأنما كان صعبا جدا أن نتكلم في أبي حنيفة رحمه الله،
كثيرا ما أرى أو يعني في الأحاديث التي في أسانيدها أبو حنيفة في المعجم الكبير الحافظ الهيثمي يقول فيه ضعيف لا يذكر اسمه ربما خوفا يعني هو. نعم. أنا كنت مرة في بلاد المغرب. أيوة. نعم. كانت عندي تعليقات على واحد من المحاضرين شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر. قلت بهذه المناسبة أحتمل فرصة لأبين للخطأ لهؤلاء الخطأ الذي يقعون فيه في بلاد المغرب. قلت أنا أعجب جدا يعني لمن يفرق. قلت كأن لأنه لهم مذهب في الطريقة ومذهب في الفقه. نعم. فالطريقة هم قادرية وفي مذهب الفقه مالكية. فسألتهم قلت كأنما أهل المغرب لا يرون للإمام مالك فضلا في الطريق والسلوك. نعم. ويقولون بأن الإمام مالك عمليا ليس أهلا لأن يكون إماما في الطريق أعوذ بالله. الله أكبر. نعم. قلت هذا عمليا موجود. نعم. وإلا كيف نفرق بين إمامته في المذهب وإمامته في الطريقة والسلوك؟ والطريقة التي تشد الإمام مالك إليها هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام مالك كان من أشد الناس تحذيرا للبدعة وتنبيها على أهلها وبيان خطرها. فكيف يا أهل المغرب تجعلون الإمام مالك إماما ولا إمام؟ فعجب حقيقة يعني كان هذا من الأمور التي أعجبت القوم هناك. وظنوا أني أنا يعني أنتصر لإمام مالك لأني أنا مالكي المذهب. هو مصيبة يا أستاذ، هذا ليس خاصة في مالك، كل الأئمة هكذا. لأنه أنت تجد في بعض الكتب التي ألفت في العصور المتأخرة الحنفي مذهبا فقها ما تريدي عقيدة، يعني أبو حنيفة ما عنده عقيدة، اضطرينا أن ننتسب لأبي منصور ما تريدي، وهذا بيقول الخلوة طريقة، القادر طريقة، الرفاع هذا كله يشملهم جماعة كله. نعم. أنا لما كتاب للشيخ قلت حقيقة يعني حينما رأيت شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورأيت بذته وهندامه لأنه كان لابس طاقية غريبة هذه ورباط العنق وحالق لحيته وشاربين، فقلت أنا كنت يعني كنت أقول في نفسي ليت شيخ أخو يعني أخانا الدكتور فلان ليته كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليكون المثل الأعلى لأصحاب الطرق الذين يرتدون به والذين هو يمثلهم ليت. يعني في جمعهم. فقلت أنا ما كان أحرى الشيخ أو الدكتور فلان أن يكون شيخا لطريقة واحدة لا تفرق وإنما تجمع، وهي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. أغثنا يا عجاج بشيء من الماء، هو لهون قريب مني. بطيخ. ها؟ بطيخ دارينا. يعني بدك تبطخنا؟ كل الأغاثي لك ولا شيء، والله ما نحن موجود. الله يبارك فيك. شيخنا والله نكرم الشيخ، نكرم الشيخ كرم الدنيا. انت تدعو للشيخ. ما والله ركبنا الشيخ، ما احنا هو القمر تبعنا. اللي بودنا. احكي كلمتين اوض كلمة. كاما شيخنا بدعو لك ونقوله ان شاء الله. هذا من هنا. ما عم بدي احاول بدي اقول له خذ شيء. يلا قولها يا اخي. والله بعد اللي بدي اشتيها وما يقول لك كمان. وبعدها اقول له. اقول له. نعم. واللي بودي. انا ودي الشيخ، انا ودي الجميع. بارك الله فيك. ابو عجاج انت لم تعرف قصده. في الدعاء لا تقل ان شاء الله. الله يحفظك. اجزم. الله يحفظك. فليعزم المسألة، هيك يقول الرسول عليه السلام، فإن الله لا مكره له حتى يقال إن شاء. الله يذكرك يا شيخ. تذكرني بالدلائل يا عجاج. هذا شيخنا
الطلاق. ما تكون هاي دمشقية يعني أخذتوها من عنا. هلا أنا بحكي لك شو شو بيحكي الدوماني. فهذول يكثرون الطلاق. فالناس العقلاء شكوا أمرهم إلى القاضي، طلعوا للقاضي القاضي قال يا أخي فلان يعني هذا كثر الحقيقة هذه مسألة معيبة والله كل نساء الخليل طلقات. فقال لهم أنا أدبرهم. نزل في الساحة جمع شيوخهم ورؤسائهم وصار يتكلم فيهم يا ناس احذروا كذا، وأخيرا قال علي الطلاق. اللي تحلف بالطلاق الأولي. هاي شامية هذا صعد المؤذن على المنارة وذكر هذا الكلام ومشان يصدق كلامه قال عليه الطلاق. فهذا عجاج يعني يكون عجاج يعني صار بعد ما سمع. هذا يؤكد الحكمة القائلة الطبع غلب التطبع. نعم. ولذلك الحقيقة أنه من كمال هدي الرسول عليه السلام أنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني الإنسان لازم يجاهد نفسه، فإذا كان عنده خطأ هذا الخطأ لا يزول عنه بسهولة إلا أنه يثابر على معاكسته لحتى يستقيم أمره. والمثال هو بين أيديكم. أنا لما نشأت حنفي المذهب كما تعلمون، درست على والدي رحمه الله بعض كتب الأحناف، ودرست على الشيخ سعيد البرهاني، وكنت أصلي وأقول كما يقول عامة المصلين إلا إخواننا أهل السنة السلفيين، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات أرض العصر مستقبلا قبلة مقتديا بهذا الإمام الله أكبر. يعني لا، وفي نكتة كمان بهذا الإمام، ويمكن هذا الإمام في ذهنه أنه هو زيد وإذا هو عمر يا ترى بتصح الصلاة ولا لا. المقصود ثم الله عز وجل هدانا للسنة وعرفنا بفضل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لمن قيم الجوزية أن التلفظ بالنية بدعة، وهات بقى أنا لا أتخلص من العادة هي. مضى علي بيجي 6 أشهر وأنا يغلبني العادة، نويت وصل هذه بدعة. تجي صلاة ثانية رجعت حليمه لعادتها القديمه، نويت وصلني هيك لحتى طلقنا بالثلاثه. لكن ما حلفت عليها. ما طبعا. تفضل. كان فينا الشيخ فتح الموضوع امس صاحبكم الدكتور نفس الشيخ هيك سبحان الله. ارفع صوتك لو تسمحون يا شيخ. تفضل. النجاة في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صالحة لكل زمان ومكان. نجد هناك يعني بعض الآراء وبعض الأفكار المعاصرة في هذا الزمن تقول نعم الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولكن ينقصنا التعامل مع هذه الشريعة، فيوسعون باب المصالح المرسلة ويوسعون باب القواعد الفقهية التي تنص يعني مثلا أمور على حفظ الرأي القياس معلش دعوه يعبر عن ما في نفسه. نعم يسمونه بمصطلح الفكر الحر يا شيخ. هم نعم يقول نحن من أهل السنة والجماعة والمصدر في التلقي هو هون الكتاب. إذا قال عجاج إن شاء الله بيكون في محله. من أهل السنة والجماعة إن شاء الله. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وأيضا ربما يعني ولا يخرجون عنها إن شاء الله، لكن نتوسع في علوم قبلنا. لا شباب بلاش برازيت بلاش برازيت. ف يكثفون دراستهم ويتوسعون في باب أصول الفقه
وفي دراسة الأصول التي وضعها من قبلنا من السلف رحمة الله عليهم لملائمة العصر. يسمى هذا في بالفكر الحر اللي يعني لا يخرج عن الشريعة الإسلامية إن شاء الله. فما أدري يا شيخ ما هي وجهة نظرك يعني نظركم عن هذا المنهج؟ لماذا يسمونه بالفكر الحر وهو فيما نقلت عنهم ليس حرا بل هو مقيد بالكتاب والسنة؟ فهل هذه التسمية صحيحة؟ إن كانت صحيحة فهو كلام ينقض بعضه بعضا، ينقض آخره أوله وأوله آخره، هذه واحدة. الثانية ولعلها الأخيرة، هل هم فعلا يدرسون الكتاب والسنة حتى يكون ذلك ضمانا لهم في تطبيق ما زعموا من التسمية بالفكر الحر فيما لا يخالف الكتاب والسنة؟ أليس هكذا يقولون؟ فكرهم حر بشرط عدم مخالفة الكتاب والسنة. نعم. هل هم صادقون عمليا في تطبيق هذا الأصل الذي وضعوه على ما فيه من تنافر وتناقض كما ذكرت آنفا؟ قد يقول قائلهم نعم نحن ندرس الكتاب والسنة ولا نقدم رأيا حرا يخالف شيئا من الكتاب والسنة. من السهل أن يدعي أي مدع دعوة، لكن الأمر كما قال ذلك الشاعر القديم: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فمن السهل أن يدعي الإنسان دعوة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن لابد أن يصدق الخبر الخبر، لابد أن يظهروا لنا ما يؤكد للمسلمين أنهم صادقون في ادعائهم، أنهم في صيرورتهم إلى ما سموه بالفكر الحر زعموه هم لا يخالفون الكتاب والسنة. يجب أن يقدموا للعالم الإسلامي ما يحملهم على أن يصدقوهم في دعواهم هذه، وأنا أقطع أنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ذلك لأننا قد نصدقهم بأنهم درسوا الكتاب والسنة، وكل الفرق الإسلامية تدرس الكتاب والسنة، لأنهم في الظاهر كلهم مجمعون، وأنا ما أقول في الظاهر، مجمعون على أن القرآن هو كما قال رب الأنام: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنهم كل الطوائف يرجعون إليهم. أقول بعض الطوائف الأخرى تزعم أن هناك قرآن ضائع ومفقود، مصحف فاطمة كما لابد أنكم تعلمون ثلاث أرباع القرآن زعموا أنه في مصحف فاطمة المفقود. الشاهد قد يدعون بأنهم يدرسون القرآن، لكننا نقول: هل يدرسون القرآن على أساس قوله تبارك وتعالى فيه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم؟ وهل هم معنا، أعني مع أهل السنة والجماعة وكل الطوائف الإسلامية التي تعتبر أن السنة هو الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، هل هم يفسرون قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين، أي بالسنة التي تجمع قوله وفعله وتقريره؟ إن ربما يقولون نعم نحن معكم، سنقول أخيرا وسيظهرون أنهم ليسوا معنا عمليا: هل درسوا السنة على
منهج أهل الحديث والسنة ودرسوا الأسانين ودرسوا علم الجرح والتعديل ودرسوا عشرات المئات بل الألوف من رواة السنة وعرفوا منزلة كل راوي من هؤلاء تاريخه صدقه حفظه اتصاله مع من يروي عنه انقطاعه عنه إلى آخره. هل تظن أنهم فعلوا ذلك؟ أنا أسألك الآن، هل تظن؟ بالنسبة للدراسة يعني هم يقولون نحن في تصحيح الأحاديث وتضعيفها نرجع إلى الشيخ ناصر. الله أكبر. نعم يعني هذا تخصصه ومجاله. هذا بذكرني بحزب التحرير لما كنت ناقشهم في دمشق، أقول يا جماعة أنتم بتكون تقيموا دولة الإسلام، وهي كتاب تقي الدين النبهاني رحمه الله، الدولة لا اللي يسمى كتاب قديم نظام الحكم في الإسلام أحسن، يقيم أحكاما على أحاديث ضعيفة ولا أصل لها، فكيف تريدون أن تقيموا الدولة وأنتم دستور الدولة حتى الآن ما واضح لديكم؟ وكنت أقول وأقول الله الصويل إلى آخره، ترجعون إلي وتعتبرونني خصما وتقبلون شهادتي بأن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف. هؤلاء إذن هذا الكلام الذي نقلته آنفا هو دليل ما قلناه آنفا، ما درسوا الكتاب على ضوء السنة ولا درسوا السنة على ضوء علم الحديث ومصطلح الحديث والجرح والتعديل، لذلك هؤلاء يعنون بالرأي الحر والانفلات عن الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة. وأنا أضرب لكم مثلا أو أكثر من مثل، هناك كتاب مشهورين في العالم الإسلامي اليوم وهم من هذا النمط، وإن كانوا ما رفعوا هذا العنوان الذي أنت الآن تعلنه عنهم لكنهم هم يطبقونه حرفيا. فأما قريب توفي ونسأل الله أن يغفر لنا وله، الشيخ محمد الغزالي المصري، هذا الرجل كاتب إسلامي كبير وبعض الجرائد هنا وغير هنا إلى آخره، بمناسبة وفاته رفعوا إلى السماء، ذلك لأنهم لا يعلمون العلم، وكما قيل الحديث الضعيف هذا اللي لا يصح سندا لكن معناه صحيح، لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوي الفضل، لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوي الفضل، لا يعرف قدر العالم إلا أهل العلم. فتجد الكتاب وما أكثرهم في هذا العصر يظنون أن كل من كان عنده لسان طلق أو قلم سيال يستطيع أن يكتب في القرآن وفي السنة وفي ترجمة العلماء فيرفعون هذا ويخفضون هذا وإلى آخره. المقصود الغزالي هذا مع هذه الشهرة العالمية التي أخذها في الإسلام حتى الدولة السعودية أعطته إيش جائزة إيش ملك فيصل، فهو أخذ الجائزة من هنا ومبرى يطعن فيه من هنا. هذا رجل كان يؤسس مذهبا عنوانه ما ذكرته وإن كان هو لم يعنون، تجده لا يتبع السنة الصحيحة ويحكم عقله في السنة الصحيحة ولا يتبع الفقهاء وهو يزعم بأنه مع الفقهاء الأجلاء الكبار إلى آخره. وكتابه المعروف شو اسمه تبع نعم السنة النبوية بين الفقه، أيوة السنة بين إيش بين الحديث، أي نعم. هذا فيه طامات، طامات من ناحية الفقهية، طامات من ناحية الحديثية، انتصار لبعض الطوائف الموجودة اليوم لا لشيء سوى أنه كما قال أيضا الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن.
هذا رجل عقلاني، هذا رجل عقلاني. ومثل بعض الأحياء لا يزالون يسيرون مسيرته ويمشون حذو القذة بالقذة خلفه، فهو ينكر الأحاديث المتفق على صحتها ويصحح الأحاديث الضعيفة ويصرح بهذا. وكنت أول نشأتي العلمية أتمنى أن أقوم بعمل أخدم به السنة. كتب إلي أحد إخواننا السلفيين الذين كانوا في دمشق وسافروا إلى القاهرة وانتموا إلى الأزهر، فكتب إلي بأنه الشيخ محمد الغزالي طلب مني أن أطلب منك أن تخرج كتابه فقه السيرة، وكان صدر منه طبعا الأولى. فأنا مثل اللي بيقول عنه بالشام ما بالأمزح يومها يعني، أما اليوم كما أنت تعلم. المهم قبلت ذلك بكل سرور فخرجت له الكتاب، وإذا به يضع مقدمة يكتب فيها عن منهج العلمي زعمة. بعد ما بيقدم مقدمة يرفع طبعا من شأن المخرج كما هو طبيعة كل الناس، هو عن عقيدة، هو عن سياسة، هو عن نفاق، الله أعلم. نعم المهم هو كذلك. الشاهد بيقول لكن الشيخ يعني جزاه الله خير على حسب المنهج العلمي هو صحح بعض الأحاديث وضعف أحاديث أخرى، لكن أنا رأيي أن بعض هذه الأحاديث صحيحة لا تصح، وبعض ما ضعف هي صحيحة عندي. ويضرب مثلا لما صححته حديث البخاري أن رسول عليه السلام أغار على بني المصطلق وهم على مائهم، يقول هذا حديث لا يمكن أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه الإسلام نعم أيوة الإسلام لا يحارب قوما إلا بعد الإنذار. هذه دعوة صحيحة، هذه دعوة صحيحة، لكن نحن نقول له من أين لك أنه ما أنذره من قبل؟ من أين لك أنهم ما بلغتهم دعوة الرسول وقد مكث في قومه كذا سنين؟ فادعاك أنه أغار عليهم ولم تبلغه دعوة الرسول عليه السلام هذه مجرد دعوة، فبمجرد الدعوة ضعف الحديث الصحيح. فأنا قلت أنت تدعي أنه أغار ولم تبلغه الدعوة، ما هو دليلك؟ ما عنده دليل إلا مجرد الدعوة ضعف الحديث الصحيح. ثم قلت هناك أحاديث أخرى صحيحة أن الرسول عليه السلام كان إذا أراد غزو قوم ورى، وقال عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة روايات. قلت هل تريد أن الرسول عليه السلام تصل سياسته وحشاه أنه كلما أراد أن يغير على قوم يقول لهم خذوا حذركم أنا مهاجمكم؟ الله أكبر. مستحيل، هذا مستحيل شرعا، مستحيل عقلا، مستحيل سياسة إلى آخره. فلا شك إذن نحن نفهم من هذه الأحاديث أن الرسول عليه السلام إذا قال الحرب خدعة وخدعة فلا يخادع قوما لم تبلغهم الدعوة، وإنما يخادع أعداء الله عز وجل إلى آخره. جاء إلى حديث آخر ضعفناه من سنن الترمذي، قال بس أنا بشوفه هذا حديث صحيح. ليش؟ لأنه معناه مقبول. أحب الله لثلاثة، لا أحب الله لثلاثة منها لنعمه ولأهل بيته ونحو ذلك غير هذا الحديث مشهور. الخلاصة قلنا يا رجل، وأنا التقيت معه في بعض الجلسات التي كانت تعقد في الجامعة الإسلامية فيما يسمى
مجلس الأعلى. مجلس الأمناء الأعلى. أيوة. وقلت له يا شيخ أنت تكلمت في المقدمة كذا وكذا، وهذا الكلام تكلمت معه بتفصيل، فقلت له أنك تعيد نظر خاصة في ردك الحديث الصحيح، وأنت ما عندك حجة أن الرسول أغار عليهم ولم تبلغهم الدعوة، ونحن معك أن الرسول حاشاه أن يحارب قوما، وقد قال ابن عباس كما في صحيح البخاري ما قاتل رسول الله قوما إلا بعد أن يبلغهم الإسلام. فوعدني خيرا، لكن أنا كتبت في بعض التعليقات وإلى الآن لم يفي، وعسى أن يفي وانتقل إلى رحمة الله عز وجل. فالمقصود يا أخ الإسلام أن الرأي الحر هذا الحقيقة يصدق فيه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروح عنك كما يروح الثعلب. فهذه مكيدة في المسلمين اليوم، فخذوا حذركم. شيخنا برضو إضافة أقول إن كلمة الفكر الحر هي من أخطر المصطلحات التي ظهرت في هذا العصر. نعم. لأن كلمة الحر كلمة مبطنة، ظاهرها فيه الخير وباطنها فيه السوء، هذا من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ أيضا فهي باطلة، لأن كلمة الفكر الحر لا يعرفها تاريخ الإسلام قط أبدا بهذا المصطلح، ما عرفت قط. وحين وإذ الأمر كذلك، فإن خطر هذه الكلمة ابلهمنا كثيرا وكثيرا جدا عندما ظهرت طائفة أخذت هذه الكلمة على علاتها من غير تفريق بين الحق وبين الباطل. ولذلك أقول بأنه كلمة الفكر الحر تفضي إلى الطعن في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول بأن هذه الكلمة أيضا أودت إلى بكثير من الكفار المفكرين والعلماء الكفار الذين يبغضون الإسلام أن يطعنوا في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يسكت الناس من أمامهم وأن يسمعوا كلامهم ولا يردوا على باطلهم. هذا وجدناه في كثير من المؤتمرات التي وقعت، تجد أن واحدا يعني أشبه ما يكون بالجرذ الخبيث النتن يقف ويطعن على الإسلام ونحن ساكتون بدعوى ماذا؟ حر. بدعوى الفكر الحر، وأن الإسلام ضمن الحرية في الأديان، ولا ينبغي أن نعترض على مثل هذا الإنسان، لأن هذا فكره، ولكن نحن نعرض الإسلام عرضا لعله يقتنع، وهذا من باب أيضا الفكر الحر. فلذلك الحقيقة هذه الكلمة تبناها عدد من إخواننا أيضا الدعاء للأسف الشديد، وصدقوها بعجرها وبجرها، ولن يفرقوا بين أبيضها وبين أسودها، وظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعا. أما قضية دراسة الفقه والإفادة من هذه القواعد العظيمة التي أسسها علماء أصول الفقه، فالحقيقة أنهم حرفوها عن مواضعها، وكما فعلوا أيضا في قواعد المصطلح بعض المعاصرين الآن الذين أرادوا أن يردوا الحديث بدعوى أنهم يضعون قواعد جديدة في مصطلح الحديث، أيضا أخذوا يحرفون، وهذا من باب أولى، أخذوا يحرفون قواعد علم الأصول عن مواضعها ويضيفون قواعد جديدة بدعوهم، ويقول إننا نحن أصحاب رأي وأصحاب عقل، وقد توصلنا بحكم التطور العلمي والفكر الحر إلى أن نضيف وأن نحذف وأن نقدم وأن نؤخر كما نشاء. هذه بلية كبيرة يا أخ خالد، ولذلك ينبغي أن يحذر منها الشباب وبخاصة طلبة العلم، وأن يردوا كل كلمة، حتى كلمة شيخنا، كلمة هذا المصطلح الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، هذه كمان من البلايا والطامات، هذه تفضي إلى هذه الكلمة. إيه إذا أولت طبعا. إيه نعم. ما وضعوها إلا ليتأولوها. نعم. إيه نعم. ولذلك بارك الله فيك، نحن معهم في أننا نعتمد تصحيحها وتضعيف شيخ السنة في هذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني، ولكن أيضا نعتمد فقهه، وهذا الذي يريدون أن يصلوا بفكرهم الحر
أن يطعنوا على منهج الشيخ في الفقه، أن يطعنوا على منهج الشيخ في الفقه، فنحن نؤيده ونصدقه في تصحيحه وتضعيفه واستنباطه الأحكام التي ربما لم يسبق إليها من قبل. ولذلك جزاك الله خير على أنك انت عرضت هذه الفكرة على مبدأ الفكر الحر ليكون هذا الحوار الذي أنبت مثل هذه الكلمات التي سقناها، والله أعلم. الفكر الحر يعنون به الفهم الخاص للأدلة الشرعية. أي نعم، بس الأدلة الشرعية في الدعائي، في الدعائي ما أنا هذا الذي أقصد. هذا نعم. شيخ خروج عن سبيل المؤمنين شيخ. نمشي يا أستاذ ولا أنا أريد قبل أن نمشي بارك الله فيكم أريد أن أضيف إلى كلام الشيخ محمد شقرة. الآن هناك يوسف القرضاوي أصلحنا الله جميعا ألف كتابا في تأييد كتاب الغزالي، السنن النبوية وكيف نتعامل معها. نعم، يؤيد طول الخط طريقته، ثم هناك يتعرض إلى بعض الأحكام، ومن تلك الأحكام مصافحة المرأة الأجنبية، فإنه يترك الحديث الصحيح إنه إني لا أصافح النساء، ويستدل بحديث الجارية التي وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤولها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصافحها. ثم إنه في كتابه الإيمان والحياة يأتي إلى حديث من الأحاديث الموضوعة، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو موجود في معجم الطبراني الكبير، ويكتب 6 أو 7 صفحات للاستنباط من هذا الحديث. الله أكبر. من هذه الأنماط الشيء الكثير. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ثم إنه في كتابه الإيمان والحياة يأتي إلى حديث من الأحاديث الموضوعة، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو موجود في معجم الطبراني الكبير، ويكتب 6 أو 7 صفحات للاستنباط من هذا الحديث. الله أكبر. هذا معي من هذه الأنماط الشيء الكثير. أنا أقول شيخنا بارك الله فيكم يعني حتى يستريح طلاب العلم، وأنا دائما أقول لإخواننا طلاب العلم، دعوا هذه المؤلفات الحديثة، دعوها وتمسكوا بما هو قديم من سالف العهد وما يشبهه في هذا الزمان، لأن هذه المؤلفات الحديثة العصرية الحقيقة أودت بالثقافة الإسلامية الصحيحة، وصار أيضا تلهب عند الشباب من غير وعي ولا إدراك صحيح لمبادئ العلم وقواعده ووصوله. شيخنا بارك الله فيكم أخونا إبراهيم ذياب يدعوكم يوم الجمعة إلى طعام الغداء على عقيقة لابنة جلبت له ولدا جديدا ضمه إلى ركب الأسرة الذيابية. توأم أنا سمعته توأم. نعم توأم. لا، لأنه كل بنت شيخنا أنا بقول بتجيب ولد، يعني لما تتزوج. أيوة. شيخنا بالنسبة أنا مدرس تعلم، يعني أصبحت مدرس في التربية، فأحيانا يعني قد تكون هناك مشاكسات من بعض الطلاب. قد تكون هناك ماذا؟ مشاكسات. مشاكسات من بعض الطلبة. نعم. طبعا أنا مدرس في التربية الآن، فمدرس مرحلة ثانوية وليس صغار، يعني أول ثانوي وتوجيهي. أحيانا قد تحدث بعض المشاكسات أو بعض الأخطاء من بعض الطلاب، وقد تكون متعمدة، ويحتاج فيها الأمر إلى شدة